اهلا وسهلا مرحبا بكم في متابعه هذا الملخص المطول لمباراه الجوله 19 من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بين الجمعيه الذي بجربه وفريق النادي الافريقي. الامور التنظيميه موكوله للرابطه وللامن، احنا لاهيين بالميدان، عندنا حكم والمراقب لاهيين بالميدان اش قاعد يصير فيه، هما معناها مش يسهلوا على تسهيل المباراه، البقيه الامور التنظيميه مش الحكم ولا المراقب باش يمشي يخرج الناس. اشكال فما جماهير من جمعيه جربه معناها خذوا تاكسكر دخلوا مع كانهم جماهير من جمعيه جربه وتحولوا انهم جماهير من النادي الافريقي، احنا نورمالمون حسب القانون المقابله بدون حضور جمهور الضيف الا الهيئه المديره تاع النادي الافريقي، ولهذا تو نتواجدوا انه فما تقريبا 200 من جماهير النادي الافريقي وهذا غير قانوني، وجمعيه جربه باش تنظر في المساله كيفاش المقابله ما تنجمش تدور انه فما جمهور من الفريق الضيف دخل في المقابله. اليوم راه النادي الافريقي ماهوش فريق منظم، فعمليه بيع التذاكر صارت من طرف فريق جمعيه رياضيه بجربه، والعباد اللي اقتنيت التذاكر هذه كلها هي من حبايب النادي الافريقي اللي يسكنوا في جزيره جربه ولا يسكنوا في ولايه الجنوب. دونك بالنسبه لنا احنا كنادي افريقي ما عادش ذنب، احنا مسؤولين كل شيء على الفريق نتاعنا. اذا انطلاقه المباراه مشاهدينا الكرام بعد تاخير بحوالي نصف ساعه على انطلاقه المباراه بين جمعيه جربه والنادي الافريقي، وبعد ما تم ايضا اخراج جمهور النادي الافريقي حكم المباراه السيد سليم بالخواص يعطي صفره البدايه لهذه المباراه. ترجع الكره من طيب العمليه التصويب والكره بعيده من لاعب نادر الغندري من جديد، واحد الاثنين غير الطيار حكم يشير ويرجع الى وجود الخطا. محمد الصغير الجلاسي في تنفيذ المخالفه، تتنفذ الكره على مستوى القائم الثاني، يخرج الحارس فاروق بن مصفى، تتواصل العمليه لفئه الجمعيه من جديد وتقطع من النادي الافريقي حمزه العقربي. كره من النادي الغندري ترجع معاكسه لفئه الافريقي من جديد، طيب العمليه لمن لليمين عماد المنياوي حاول يدخل منطقه 18، يرفع الكره على مستوى القائم الاول والتغطيه الدفاعيه. عماد المنياوي الى الجابو، جابوا تحذير واحدة اثنين، توصل من يومين جديد تحت مستوى القائمة الأول، وكرة العارضة، كرة على العارضة من سيفة قامة جديد للنادي الإفريقي، لكن التغطية الدفاعية 12 دقيقة لعب ريمي التماسي فات الجمعية والتعادل السلبي زمن وقبل زمن بين الفريقين. كرة في على اليمين زهير عطية، زهير عطية حاول يتعدى، زهير عطية محافظ على الكرة نتاعو، ترجع إلى فئة الجمعية يصوب وكرة تمر جانبية، طلب المساعدة ترجع إلى زهير عطية، زهير عطية طيب العملية يدخل منطقة ال 18، زهير عطية يحاول يدخل وسبق كورته الغندري، توصل إلى سيفة قام من جديد، الهدي الهدي في وسط الميدان، صابر خليفة الكرة والتغطية من الصديق الماجري من بيت جمال التجربة من جديد الأفريقي، طيب العملية الهدي عماد المنياوي إلى الحداد اليسار يرفع كرة على مستوى القائم الأول والدفاع يتدخل بسرعة لفيت النادي الافريقي، تقريبا نصف ساعة لعب، ترجع صابر خليفة، صابر خليفة تدخل منطقة 18، صابر خليفة تدخل منطقة 18 وكرة تضيع، منياوي منياوي الهدي من جديد سالفه، طيب العملية لكن دفاع الافريقي، لكن الحكم يرجع، حكم المباراة يرجع يعطي خطأ للافريقي. نلعب في 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بين الجمعية والافريقي والتعادل السلبي 0 مقابل 0 بين الفريقين، كرة ثابتة أخرى للافريقي، صابر خليفه بهلال العيفه قدام الكره، كيف سيتم التنفيذ؟ صابر خليفه ينفذ كره عرضيه للقائم الايمن، القائم الايسر للحارس هشام التمزيني، تقطع الكره صديق المجري في عكس الهجوم وطيب العمليه، اسامه عبد القادر في اتجاه اللاعب ماتيو، ماتيو يصوب وكرته تمر جانبيه، فرصه اخرى عن طريق هجوم معاكس جابو، وترجع العملية العقربي واحد الاثنين، العقربي يحط على مستوى القائمة الثاني، طليق يصوب الكرة وتضيع، صابر خليفة الزوز دقائق الأخيرة من الفترة الأولى، صابر خليفة في اتجاه الجاب والهدف الأول،
صابر خليفة جابو يمضي الهدف الأول. من ظهر دفاع الجمعية ينجح الجزائري جابو في هز شباك مرمى الجمعية في دقيقة 43 ونهاية مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة بالضبط نهاية الفترة الأولى بين النادي الإفريقي والجمعية الجربة بتقدم الفريق الضيف النادي الإفريقي 1-0. سيداتي وسادتي تجدد لكم التحية في متابعة هذا الشوط الثاني من ملخص المتوالي للقاء الجمعية الرياضية بجربة والنادي الإفريقي. صابر خليفة صابر خليفة صابر خليفة يحاول يفتح الزاوية ترجع الكرة السيدة والكرة تمر جانبية ركنية لفئة النادي الإفريقي. جابو يرفع كرة مستوى القائمة الثاني بالرأس يخرج الحارس العملية بدأت خطيرة والهدف الثاني الهدف الثاني لفئة النادي الإفريقي عن طريق بلال العيفة. خطأ على مستوى التمركز في قطع الكرة الثانية بلال العيفة ينجح في إضافة الهدف الثاني في 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كتيبة اليعقوبي يحاول يتجاوز المدافع الحداد يدفع كرة مستوى القائمة الثاني والحاولة والدفاع يتدخل تتنفذ المخالفة في اتجاه هادي برخيص والحكم يطلب مواصلة عبد ضربة جزاء ضربة جزاء لفئة الجمعية الرياضية بجربة. نلعب في 42 دقيقة لعب من الشوط الثاني. أمامكم على الصورة الهادي برخيص يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء للجمعية. الهادي برخيص يتقدم رويدا رويدا والهدف بلقطة فنية. الهادي برخيص ينجح في تسجيل نتيجة 2-1 الهادي برخيص لفئة الجمعية قبل نهاية المباراة تقريبا بثلاثة دقائق. افريقي 2 جمعية جربة 1. فاروق بن مصر في اعادة الكرة اللعب من مخالفة في مناطق الافريقي يرفع كرة طويلة عالية وفي هذه الاونة بالضبط حكم المباراة السيد سليم بن خواص يعلن صفيرة النهاية لحوار الجمعية بالنادي الافريقي بانتصار فريق بابل جديد 2-1 انتصار هام للافريقي خارج القواعد. مباراة معروفة معناها مباراة ثانية في الأسبوع مع فريق كبير ياسر يلعب كما قلت جينا مجروح جي سو بريسيون كيف كيف احنا ما عندناش معناها خيار آخر غير الانتصار. دخلنا مباراة معناها معناها بعقلية الفوز بكل ندية لعبنا كشوفوا معناها الغالب قمنا الهدف الأول معنا في براسك في 45 دقيقة لعب قل التركيز خذينا هدف اللي أكثر حاجة معناها ركزت عليها ووصيت عليها اللاعبين نتاعي معناها كهو الغالب سيتي ماتش الاكستيريور كان علينا باش نرد الفعل في مباراة خارج قواعدنا. الحظ عاندنا اليوم في برشا مناسبات لكن رغم هذا سيطرنا وفزنا.